اللاعب صالح نصر. أهداف أكيد ممتعة، لكن عايز أتكلم عن اللاعب صالح نصر. صالح نصر من اللاعبين الجيدين داخل فريق 99، ما شاء الله بيأدي بمستوى قوي جدا، حتى هو هداف البطولة برصيد 33 هدف، بالرغم أن النادي الأهلي مش هيحقق بطولة 99، ودي الأسباب. أسباب النهاردة أن احنا 97 حققنا البطولة، 2000 حققنا البطولة، 2001 حققنا البطولة، لكن 99 نظرا لعملية التصعيد، النهاردة بنشوف لاعبين من 99 تصعد مع 97 عملية تصعيد، فهي ممكن تظلم فيها شوية 99، لكن مواليد 99 في النادي الأهلي فيهم لاعبين يعني جيدين جدا، زي اللاعب صالح نصر اللي احنا شفنا دلوقتي ما شاء الله بيحرز هاتريك في فريق انبي، وكمان الهدف الرابع من الأهداف الحلوة، الاستلام وكمان بص على الجول وفيها هدوء، زي ما احنا شايفين الهدف دلوقتي قدام حضراتكم دلوقتي هدف صالح نصر، الاستلام والهدوء كمان انه يحط الكورة يعني بوش رجله من فوق حارس المرمى، من الأهداف الحلوة. فأنا بس عايزكم تفتكروا معايا اسم اللاعب صالح نصر، ما شاء الله هداف الفريق برصيد 33 هدف، وكمان يعني هداف المسابقة كلها مسابقة 99، فده كان حق يعني لازم نديه لصالح نصر. عايز أروح دلوقتي مع حضراتكم للقطة الأسبوع، لقطة الأسبوع من اللقطات الحلوة وهدف أيضا حلو للاعب بلال عطية مواليد 2008 في مرمى شباك اتحاد الشرطة في بطولة البراعم. عايزين نشوف الاستلام والهدف بتاع بلال عطية ونرجع لحضرتك. معانا الهدف ده بلال عطية احد برضو اللاعبين الموهوبين في براعم النادي الاهلي مواليد 2008، الاستلام برضو في قريب شويه من هدف صالح نصر، الاستلام والزقه بتاعت الكوره انه قدرها بالمستوى ده، وكمان شاف حارس المرمى بيحطها بوش رجله. معانا الاعاده تانية هنا، الاستلام حلو انه بيستلم بوش رجله بيحط الكره قدامه، الكره ما وقفتش تحتيه وشايف حارس المرمى طالع عليه، فبيحطها برضو بنفس الهدوء اللي حط بيه صالح نصر. بلال عطيه برضو كان هنا خدناه قبل كده يعني موهبه على الطريق، ما شاء الله عندنا لاعبين موهوبين داخل قطاع الناشئين في البراعم وفي مدرسه الكره. هنروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.